سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو دونك ليكم وحشه كبيره 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 بزاف، على بالي طولت عليكم وان شاء الله برك ما تكونوش زعفانين عليا. دونك جيتكم اليوم بيان سور ايديا ماشي فارغين، جيتكم بهاد لا فيديو اللي على بالي تحبوا هذا النوع بزاف. دونك سي ان ماسك كيما راكم تشوفوا في العنوان، يعني ما عندوش كيما نقولوا ان غول واحد زعما يبيض ولا جو سي با ني يرطب بيتو، مي فيه بلوزيغ شوز او ميم طون. دونك يبيض يرطب لابو يجدد الخلايا تاعها، غني بماده الكولاجين كيما راكم تشوفوا هنا. الا عرفتوا هاد لانغريديان سي لا كاروت، دونك يمد لي لاستيسيتي اي سورتو مليح للعلامات الشيخوخه المبكره، يعني هادوك اللي بداوهم لي غيد. دونك نبداو ديريكتومون البنات. الوغ واش فيه هاد لي زانغريديون؟ هنا عندي حبه زروديه، اون كاروت موين يعني متوسطه الحجم، درتها تغلي في الماء ومن بعد عبصتها بفرشيطه. عندي مغرفه صغيره تاع النشا ومغرفه صغيره تاع عسل، من الاحسن يكون عسل حر. قلت لكم كي تكون حاجه تاع لابويتو دو بريفيرونس ديروا حاجه حره، فوالا تحوش ديروا نونوغس تاع طياب، فوالا هذا واش راني حابه نقصد. دونك هنايا انا حنستعمل ماء الورد، تقدروا تعوضوا ماء الورد بملعقه صغيره تاع ياغورت ناتور مثلا. دونك هاد لو ماسك البنات يصلح لجميع انواع البشره. اذا كما قلت لكم لا كاروت معروفه يعني غنية بمادة الكولاجين، يعني تمد لكم مرونة إلاستيسيتي. عندنا تاني العسل اللي غني عن تعريف يعني، وعنده فوائد بزاف بزاف كبيرة للبشرة. في أي ماسك تستعملوه ماشي خسارة، دونك مطهر بالدرجة الأولى، مغذي للبشرة، يعطي حيوية ونضارة للابو تاعكم، يرطبها ليدغاتاسيون كيما نقولو عالية بزاف. سون زوبليي تاني تنحي لي سيكاتريس تاع حب شباب ولا واش كان عندكم دي سيكاتريس من قبل. دونك كاين تاني لانغريديون هذا اللي هو النشا. النشا معروف يعني غير تقولوا النشا يجي في بالهم تبيض، دونك يفتح البشره وتاني يبيضها. وبالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه فهو يساعد على يعني ينشف لابو تاعكم، دونك ينقص هذاك لو غرا الزايد. سون بارلي على واسمو ماء الورد. الماء الورد معروف البنات يرطب لابو، سورتو البنات اللي عندهم امبو كيفاش نقول لكم بشره جافه حتى العاديه يستعملوه بزاف، يعني يمد ايدغاتاسيون اوسي وفريشور. دونك البنات بدون اطاله انا راح نخلط هاد لي زانغريديون ولا هاد المكونات كامل، راح تحصلوا على قناع ما يكونش جاري وما يكونش خفيف. تاني راح نشوفوا القوام تاعو. انا هنا كي شوفوا العسل تاعي راهي جامده يعني بصراحه، لازم نحلها بشويه ماء ورد باش هكذا تطلق روحها. الوغ شوفوا بيان سور كي ديروا بالمغرفه ماشي كيما هكذا ما يخرجش بزاف، دونك تقريبا زوج ملاعق حتى ثلاث ملاعق تاع قهوه. فوالا شوفوا كيفاش راهو ترجع شغل ماده صمغيه شويه ليكيد هكذا باش نقدر نخلط كاع لي زانغريديون اونصومبل. البنات هاد الماسك تقدروا تستعملوه بيان سور كي نقول لكم تاع الوجه، كاين بزاف بنات يديروا غير في وجههم يعني العينين الخدود ني في سي بون، نو الوجه يمشي مع الرقبه، قلناها وعاودناها شحال من خطره. دونك الوجه مع الرقبه يمشوا كيف كيف. تقدروا تستعملوه كذلك اليدين ولا كامل الجسم الا حبيتوا، نديروه دو فوا ا تخوا فوا بار سيمين. انا بالنسبه ليا زوج خطرات يكفي يعني لارجومون. دونك تقعدوا به 15 ا 20 مينوت حتى ينشف وتغسلوه. الا درتو كميه وقعدت لكم تقدروا تحتفظوا به في الفريجيدار مده اسبوع با بلوس. والا درتو الياغورت بيان سور فيه ما درتوش ماء ورد، ننصحكم يعني كي تستعملوه زعما كي خلطوه كيما انا هكذا نديرو فريجيدار واحد نص ساعه ما نديرو، كي يكون بارد خير يعني يمد بلوس دو فريشور. وراحين تلاحظوا بيان سور ان ريزولتا او بو دو دو فوا ديجا تستعملوه يبان لكم الريزولتا، تحسوا اون فريشور في وجهكم، ان اكلا اكلا يعني وجهكم تحسوه ضاوي ولا المنطقه اللي استعملتو فيها. دونك فوالا البنات الوصفات هادو ما اللي نمد لكم سورتو هادو تاع لا كاروت كاين بزاف يعني لا تعد ولا تحصى. انا فضلت نجيب لكم هذا اليوم، مي باذن الله راح نجيب لكم دوطخ. دونك شوفوا القوام اللي تحصلت عليه البنات، شوفوا ممكن ديروه ما شغل ما يسيلش، فوالا ماشي داك السماطه اللي يقعد يقطر منه من هكذاك. وحا نزيد له شويه ما ورد. دونك فوالا استناوتي كيفاش نحط التليفون باش ندير لكم مثال تطبيق. الوغ شوفوا معايا دونك طبقوه على الوجه تاعكم ولا يدكم ولا كيما تحبوا. دونك لوندغوا هذاك اللي تابليكيو فيه لا كريم ولا هاد لو ماسك البنات لازم يكون نظيف، يعني تكونوا او موان درتو نقيتوه بالماء ورد ولا غسلتوه بصابون تاعكم جل نيتوايون نورمال.
ابغي تنشفوا وجهكم وتطبقوا هذا لو ماسك كامل، تخلوه بين 15 مينوت ا 20 مينوت وتغسلوه. بيان سور البنات، انا ككل مره قلت لكم اي ماسك ولا اي قناع ولا اي سكراب تستعملوه، يعني اي وصفه ديروها في وجهكم المفروض ترطبوا بعدها. انا تعودتو معايا دائما انا نستعمل هدايا تاع ديكزيريل، دونك سي اون كريم هيدراتونت نشريها من عند لا فارماسي. هذه البنات نخلصها 500 دينار، يعني 50000، ماهيش غاليه في متناول الجميع، و سي ان برودوي لي ما تخافوهش، يعني ماشي حاجه تجميليه، فوالا ان برودوي فارماسيوتيك. دونك خاصه البنات اللي عندهم بشره عاديه الجافه دهنيه نو جو كونساي با، مي بوكو بلوس لا بو سيش. هاوليك هذه هي الوصفه تاع اليوم البنات، دونك نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. خليوا لي تعاليقكم بيان سور كي تجربوها، كيسوسوا في انستغرام ولا هنايا في يوتيوب. ما تنساوش ديروا ان جامي بارطاج لا فيديو، ونقولكم او بلو تار ان شاء الله. باي باي.